مساء الخير يا بجور، خير ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يوصلكم الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم غادي يكون تحدي مختلف على التحديات كاملين اللي درناهم، وهو تحدي شراء سيارة ولا تحدي شراء قطعة ارض. يعني تحدي باه نشريو حاجة قمام الثمن ديالها يكون كبير، حاجة قيمة معتبرة. الوغ هذا التحدي بصراحة ماشي أنا اللي راني غادي نروح نشري سيارة ولا قطعة أرض، ولكن كان وصلني واحد الكومنتار، يعني واحد المتتبع اللي قالت لي يعني طلبتني باش ندير لها تحدي شراء السيارة، ومع العلم أنه عامل التحدي شراء السيارة اللي عامل يومي. هذا شبونس كو انسان من البلاد ماهوش انسان من هنا، فانا قلت يلا ندير لكم تحدي شراء سياره بالنسبه لاي واحد راح يشري سياره ولا يشري قطعه ارض، فهذا التحدي غادي يكون مناسب لك. ولكن قبل ما نبديو نهضروا على التحدي كيفاش القيمه والى ذلك، فغادي نهضر على مجموعه من النقاط لكل واحد راح يدير هذا التحدي، فلازم يشوف لهذه الامور كامله. علاش حبيت نهضر على هذا الموضوع؟ لانه حقا كاين بزاف اللي عندهم احلام، مثلا حلم انه يشري سياره ولا حلم انه يكون عنده منزل، فخاصو يشري قطعه ارض. بما انه رانا نهضروا على هذه قطعه ارض، راني عارفه انه في البلاد جو سي با الا درو قرعه اكزيستي هذا القانون، ولكن في سنوات مضى كانت كاينه، وش بونس كو حتى دروق كاين هذاك القانون تاع الدوله تبنت التعاونيه. فاي واحد يعني حتى الموظف سواء كان موظف ولا غير موظف، اذا يشري قطعه ارض اكونديسيون انه هذه قطعه الارض ما تكونش هكا في السونتر فيل، يعني دايرين هكا بعض المناطق اللي تقدر تشري فيهم. كي تشري قطعه الارض من بعد تدفع الدوسي ديالك مع لا ميري، ومن بعديها الدوله تمدلك تعاونيه. قديما كانت 50 مليون، اليوم جو بونس راهي وصلت ل 70 ولا 90 مليون. ومن بعدها تاني كاينه حاجه اخرى بالنسبه للموظفين، تاني كيطلبوها هي كإعانه من الدوله تمدها لهم، لاي واحد اللي كان عنده هذه القطعه الارض ودار تعاونيه، تانيك الدوله تزيد تمدلو 50 مليون. المهم انتوما باه تعرفوا كامل هذه الامور تقدروا تروحوا لاي ميري، زعما الميري اللي تابعين ليها، وتسالوها على كامل الاعانات الماديه اللي الدوله تمدهم. هي هذه ماشي سليفه، يعني اعانه تمدها لك الدوله كاريمون، ما تسلفها لكش، ولكن بشرط انه يكون عندك قطعه ارض. فلذلك يعني هذا الشيء محفز بصراحه، الواحد اي واحد عنده حلم انه يكون عنده دار، فيخدم على هذيك القطعه الارض يشريها، وتقدر توصل ل 80 مليون، خصوصا وانه الا ما كانتش كما قلت لكم في واحد المنطقه اللي ما تكونش في السونتر فيل، تكون هكا شويه على برا، فممكن جدا تقدروا تشريوا واحد قطعه الارض تكون توصل ل 80 او 100 مليون، وتكون يعني في واحد البلاصه مليح، ماشي معناتها في الخلا، وراكم فاهمين. ومن بعديها تديو هذه الاعانه باه تبنيو هكا دار صغيره، فهذيك الاعانه اللي تمدها لكم الدوله تكفيكم. المهم انتم باه تكونوا عندكم اكثر معلومات، تروحوا لاميري و يعني دومونديو على هذه المعلومات غادي تمدها لكم. الان نرجع للموضوع نتاعنا، وهو تحدي شراء سياره ولا تحدي شراء قطعه ارض. كاين بعض النقاط اللي نهضروا عليها، وهو كما قلنا انه يكون عندكم هذا الحلم، ضروري يكون عندكم هذا الحلم. من بعدها ديروا هدف قبالتكم، وهو مثلا يلا راكم حابين تشريو سياره، ما نروحوش يعني في كبدايه بالنسبه لواحد اللي عمره ولا دار سياره واللي ما عندوش يعني مدخول
مدخول كبير، فما نروحوش حنا للسياره اللي تكون كبيره بزاف، اللي تكون جديده خارجه من الميزون، ولكن الواحد يشري على قدو. ف 80 مليون ممكن انك تقدر تشري سياره تكون قديمه مستعمله تلقاها ب 80 مليون. دوكو ديجا دير الهدف قبالتك انه هاد 80 مليون لازم تلمها. نهضروا عليك انه شراء سياره العامل اليومي معناتها ما عندكش، ما رانيش عارفه اكزاكتو العامل اليومي شحال راه يدخل في البلاد، ولكن كاين في حالتين، اسكو هذا الانسان هو متزوج ولا لا، لانه لا يكون متزوج يكون عنده مسؤوليات ولذلك فالامور تختلف نوعا ما، ولكن الى هذا الانسان كان غير براسو فهنا صدقني انك فريمو تقدر تشري السياره في وقت واحد الوقت قياسي. اذا كان انسان متزوج عنده مسؤوليات هنايا الامور تختلف، ما فيها بس المراه والراجل يتعاونوا. الى الزوجه ديالك ما خداماش يعني تروح تخدم، حتى الى ما تخرجش برا تخدم من الدار، وهكذا هي تتعاونوا، تحاول انه هذاك المدخول ديالك اليومي يعني تقدر تعملو كاغيمو تشري به السياره، والزوجه ديالك يعني هكا تخدم من الدار، الا كانت تعرف تعجن كانت تعرف دير كاطو ولا تكاردي لي زونفو، يعني كاين بزاف حوايج اللي تقدر ديرهم، وهكذا هي تتعاونوا وتقدروا تشريو هاد السياره في وقت قياسي ولا قطعه ارض. هذه بالنسبه لوجهه نظري على هاد السياره في الحي ذاتها. فقبل ما تروحوا تشريوها يعني اسكو حقا راهي ضروريه بالنسبه ليك ولا لا، لانه بصراحه انا نهضر على ناس فرنسا، في بعض الاوقات السياره ما راهيش ضروريه، هذه وجهه نظري، ما راهيش ضروريه تقدروا يعني تستغناو عليها، خصوصا نهضر هنا على ريجيون باريزيان تو. كاين بزاف اللي عندهم السياره ولكن ما يستعملوهاش باش يروحوا يخدموا، لانه كاين لا سيركولاسيون فما يروحوش يخدموا بها اصلا، باهي يديروا لي كورس. بصراحه كاين لي ترونسبور بارتو، نهضر على عليا انا شخصيا، عندي ترونسبور سي جوست ا كوتي، عندي لي دير جوست ا كوتي، كي نروح نخدم بصراحه يعني دو توت فاسون ما نروحش هكا نخدم بالسياره، لانه كاين لا سيركولاسيون الصباح، العشيه نكون عيانه، جو بريفير اني ندي لو ترونسبور اون كومون. ولو ترونسبور اون كومون كاين 24 اور سور 24، التران التالي يعني اخر تران في لا جورني يكون مع جوايل وحده هكذا الصباح، ومن بعدها يبدي عاود فيغ 4 دو ماتان هكذاك، ولكن ما بين الوحدة والربعة ماشي معناتها انه ما كانش تران وما كانش ترونسبور نهائيا، لا، كاين ان بوس لي شغل يخدم ما بين الوحدة والربعة الصباح، هذاك لو بوس يسميوه البوس دو نوي، يدير كامل هذوك لي زارين تاع التران، راكم فاهمين، معناتها 24 ساعة على 24 ساعة كاين لو ترونسبور، الواحد يقدر يروح لوين ما حب وقتاش ما حب، والحمد لله يعني بالك نسقام لك بوكو بون شير، لانه السياره قبل ما تشريوها ديروا قبالكم انه عندها مجموعه من لي فري ليسونس معزود، وهاد الامور هنا غاليه اكثر من البلاد. هاد السياره يعني كي تشريها غادي تخطب عليها افي، دير لها لاسورونس، دير لها الكونترول، لي بياس اشاك فوا حاجه تبدلها، يعني حتى السياره الجديده اللي تكون خارجه من الميزون تبدل لها لي بياس ديالها، ماشي معناتها غير هذيك السياره القديمه. فهاد الامور كامله ديروها قبلتكم قبل ما تشروها، لانه ما كانش غير هذاك الدراهم الاولى نشروهم، ولكن كاين لونتروتيان اللي يجي على دور السنه. هذه بالنسبه للسياره قبل ما تشريوها. اما فيما يخص الناس البلاد، بصراحه انا جوبونس كو في البلاد السياره راها نجمو نقولوا انه راها ضروريه على خاطر الترونسبور، حتى ولا انه كاين كي تكونوا هكا في لي غروند فيل كوميم الترونسبور كاين، ولكن يبقى قليل، يبقى السيرفيس يعني نوعا ما قليل، فالسياره بصراحه في البلاد ضروريه ولذلك
تقدر تدير تحدي مع نفسك هكذا باه تشري السيارة. إذا كنت يعني عامل يومي عندك مدخول قليل، ضروري ضروري انك باه تشري السيارة لازم تدير التحديات مع نفسك، لازم تدير تنازلات كبيرة كبيرة. يعني مثلا إذا انت راك حاب تشري السيارة ولكن في نفس الوقت ما تقدرش تتخلى على هذيك القهوة اللي تشربها يوميا الصباح وعشية، وراكم فاهمين تشربها على برا كمان، إذا تشرب القهوة شربها في الدار ولكن ماشي دايما تروح للقهاوي لأنه سيشاغ. إذا انت تحب ديما تاكل الأكل خارجا، فالأكل خارجا يديلك دراهم كبار، فهنا لازم تدير تحدي مع نفسك وكاغمو هاد الأمور تقلعها هكذا باش تقدر تخلي دراهم أكثر أكوتي باه تشري السيارة. مثلا إذا انت من النوع اللي الصاك اللي يخرج، اللبسة اللي تخرج، يعني الحاجة اللي تخرج انت تخرج معاها، فهنا لا لازم تدير ان بتي بوان انه اذا راك حاب تشري السيارة لازم تتخلى على كامل هذه المشتريات، لانهم يديو لك نسبة كبيرة من هذاك الدخل اليومي. هذه بالنسبة للمشتريات. بالنسبة للأكل تانيك، فإلا راك حاب تشري السيارة وكاين في نفس الوقت لا أنا لازم ناكل اللحم كل يوم، لازم راكم فاهمين، فهاد الأمور ديرلك ميزانية كبيرة. حاول أنك تدرس الميزانية ديالك فيما يخص المواد الغذائية، تعوض هذاك اللحم اللي تاكل يوميا، تعوضه بالبيض، تعوضه بالعدس، الحمص، راكم فاهمين، يعني تدرس الميزانية ديالك هكذا باش تقدر تخلي نسبة كبيرة، فتقدر تخلي حتى نصف ولا اكثر من نصف نتاع الدخل اليومي باه تشري السيارة ان شاء الله. وصدقني يعني لا دير واحد التحدي مع نفسك، تقدر تشري السيارة في مدة سنة ولا ماكسيموم لمدة سنتين، سواء تخلي 100,000 في اليوم او 200,000 في اليوم وتقدر تشري السيارة. دوكو اليوم انا حاولت اني نهضر على الناس البلاد ولا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات، فنحاول اني ندير لكم هكذا تحديات اخرى ان شاء الله، لامور اخرى. فان شاء الله انه الفيديو نال اعجابكم. بطبيعه الحال اللي عندكم اسئله فحاولوا انكم تخليوها لي هنا، ونحاول اني نولي ندير دي كابتور هكذا كي نشوف سؤال، لانه بصراحه بليزيور فوا نشوف اسئله نقول يلا نقول لكم انه غادي نجاوب لكم عليها في فيديو، ولكن بعدها ننسى اني قلت لكم غادي نجاوب نسال، ودي فوا نرجع للفيديو دي فوا ما نرجعش. فنحاول اني نولي ندير دي كابتور هكذا يا باش ما ننساش. نقول لكم شكرا لانكم بقيتوا حتى هنايا، الا راكم على ما درتوش ابوني حاولوا ديروا ابوني، تخليوا لي كومونتير اللي يفرحني، وفي طبيعه الحال الا عجبكم الفيديو تاعي خليوا لي جيم، ديروا بارطاج مع لي زامي تاعكم الا شفتوا انه هذا الفيديو غادي ينال اعجابهم. نمد لكم موعد للفيديو القادم ونقول لكم مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.